ذكر الله عز وجل في سورة الحشر قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. للعلماء رحمهم الله في معنى هذه الآية أقوال ثلاثة. القول الأول: وما أتاكم النبي من الفيء فخذوه، وما منعكم من الفيء فلا تسألوه. وهؤلاء تلحظ أن من ذهب إلى هذا المعنى أخذه من السورة كلها، لأنها تتحدث عن بني النضير وما أفاء الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام من أموال بني النضير، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. القول الثاني يقول: معنى الآية وما أتاكم الرسول من الغنائم فخذوه، وما نهاكم عنه من الغلول فلا تطلبوه ولا تسألوه ولا تكلفوا أنفسكم إياه لأنه محرم عليكم. هذا هو القول الثاني، وأنت ترى أنه غير بعيد عن القول الأول. بقي القول الثالث وهو أرجحها بلا ريب، قال ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وهو الصحيح من الأقوال بل ينبغي عدم المصير إلى غيره، وهو المعنى: وما أمركم به الرسول من طاعة الله فأتوه، وما نهاكم عنه الرسول من معصية الله فاجتنبوه. ما أتاكم الرسول وأمركم به من طاعة الله فافعلوه وأتوه، وما نهاكم عنه الرسول من معصية الله فاجتنبوه. بهذا يندرج ما قاله الأولون في القول الأول والثاني وما قاله غيرهم ممن لم يبلغنا بعد، ويندرج فيه السنة كلها. ولئن قال العلماء كما قلنا مرارا إن السنة كلها في آية واحدة، لكن ذلك لا يعني أبدا إغفال السنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وربنا عز وجل يقول لنبيه: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس أيها النبي الخاتم الموحى إليه ما نزل إليهم أي القرآن، تبينه أنت بالسنة ولعلهم يتفكرون. وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن والسنة كلاهما أيها المبارك وحي من عند الله عز وجل. ربنا يقول عن نبيه: والنجم إذا هوى ما ضل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والملهم المحدث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: سيأتي أقوام يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة، يجادلونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنة. ولهذا قال العلماء: إن القرآن وحي مجمل لكن السنة وحي مفصل، والسنة وحي مفصل كما أن القرآن وحي مجمل. ومن تتبع سيرته أقواله ما نقله الأئمة الأخيار من أئمة الحديث وغيرهم ممن عنوا بالآثار النبوية والأحاديث المصطفوية، بيّنوا لنا أن هذه السنة إنما بيّنت لنا ما أجمله الله عز وجل في كتابه. فربنا لم يفصل لنا في الصلاة في القرآن كيف نصلي ولا كيف نغتسل ولا غير ذلك من شرائع ديننا التفصيل الذي قام به نبينا صلى الله عليه وسلم. وإنما قد علم الله أزلا وأجلا، قد علم الله أزلا أن هذا القرآن سينزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأوحى الله إلى هذا النبي الخاتم الذي أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة على أكمل وجه أن يبين لهم ما أجمل في القرآن، كما قال ربنا وذكرنا لكم إياه قبل قليل: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد بين صلى الله عليه وسلم للناس ما نزل إليهم. وربنا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت لكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. المؤمن ينبغي أن يعلم أن السبيل إلى طاعة الله، إلى رضوانه، إلى جنات عدن، إلى كل غاية شريفة في الدنيا والآخرة تتعلق بالشرع، إنما هي بطريقين: الإيمان بالله وإخلاص العمل به ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يميل الإنسان إلى ما ارتكبته الخوارج من الغلو في الدين والتنطع فيه حتى حادوا عن الصراط المستقيم، ولا أولئك المفرطين من أهل الإلجاء الذين ومن مثلهم خرجوا عن الدين حتى أصبح الدين ليس إلا مجرد النطق بالشهادتين، ولا أولئك من غلاة الصوفية الذين ابتدعوا طرائق وأمورا يشرعونها للناس حادوا بها عن صراط الله وعن صراط نبيه صلى الله عليه وسلم. الدين ما جاء به محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه عن ربه، وليس بعد هديه صلوات الله وسلامه هدي. والله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. ونحن على يقين أن سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أكمل الأمانة وأداها وبلغ الرسالة على أكمل وجه وأتم نحو، لا
لم يقصر ولم يزد صلوات الله وسلامه عليه وحاشاه. وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها تقول: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن ومخفيا لأخفى قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. تتكلم عن قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زينب بن جحش وقول الله عز وجل فيها: وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. رغم هذا العتاب القرآني الإلهي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام تلاه للناس وقرأه في صلواته وخلواته وجلواته بقرينة عظمى ودليلة جلة على أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. يجب عظيم سنته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي أن زمان أحد المتكون على أريكته يقول ما وجدناه في كتاب الله أخذنا به، وما لم نجده لا نكلف أنفسنا به. ينبغي أن نعلم أن السنة والقرآن كلاهما وحي من الله عز وجل، إلا أن الأمر كما بيناه القرآن وحي مجمل والسنة وحي مفصل. وقد هدي إلى صراط مستقيم، ذلكم الرجل الذي يقرأ القرآن ويتدبره ثم لا يفقه قبل أن يعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يفقه هذه الآية، ماذا عمل بها، ماذا قال لأصحابه عنها، بما حدث عنها. وإلا لن ينجلي لك معنى آية، ولن يتضح لك طريق، ولن تهدى إلى سبيل إن أغفلت جانب السنة وأنت تريد أن تتلو القرآن. ومن يزعم أنه ليس بين أيدينا إلا كتاب الله ونضع السنة جانبا نجعلها هامشا، هؤلاء افتروا على الله وافتروا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ القرآن نفسه يقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقرآن يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. يجب أن تعظم السنة ويعظم القرآن في آن واحد، وهما المصدران العظيمان الجليلان لهذه الأمة في أمر دينها وأمر دنياها وأمر عبادتها وطاعتها لربها تبارك اسمه وجل ثناؤه.